السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنستخدم الدينامو في إن أنا أكتشف التعارضات بين العناصر، وده يفيدنا كتير. يعني تخيل مثلا إن أنت عايز تحط مثلا بلوكة معينة عند كل الأماكن اللي فيها كلاشات عشان تشوفها بسرعة، ممكن تعمل فيها جدول، فبدل ما تشوف كلاش تحط فيه دورية، لأ هنقدر نعملها بسهولة. بس خلينا دلوقتي نشوف إزاي نعرف الكلاشات. طيب أنا دلوقتي عايز أعمل سيلكت للعناصر، فأقول له سيلكت موديل اليمنتس اهوت، تمام. طيب انا عايز اعمل مقارنة بين عنصرين، فهخلي في اتنين. طيب وعايز اجيب اليمنت جيومتري، اهوت. تعالى نشوف عنصر مثلا زي دوت اهو، وعنصر تاني مثلا زي دوت، الاتنين فيهم كلاش. طيب عايز اقول له بقى ان هل العناصر دي معمول لها كلاش ولا لا. does intersect، تمام. اهي يبقى انا هديله العنصرين وهو يقول لي هل فيهم كلاش ولا لا، بيقول يعني true or false. فانا هقول له ايه؟ واتش. واتش يعني عايزك تظهر لي النتيجه. طيب هقول له العنصر دوت الحيطه دي مع الحيطه دي، تمام، قول لي النتيجه ايه. فقال لي ترو، هي في كلاش. طيب عايزين نتاكد، ممكن يكون انا مسجل كلمه ترو دي، حرر دي وخليها بره، اتحولت لفولس. ليه؟ لان هو ما بقوش في كلاش. طيب رجع العنصر ده تاني بقى ترو، يبقى هو كده بايه؟ بيعرف كلاشات من عدم كلاشات. طيب انا ممكن اجي هنا واقول له انا عايز العناصر ديت، تمام، واجي هنا اقول له انا عايز العناصر ديت، تمام، فجاب لي قايمه بالكلاشات كلها، تمام. ممكن تيجي هنا وتقول له ليسنج، وبدل ما اقول له انا عايز ايه لونجست اللي هي القايمه طويله، او تقول له شورت يبدا يجيب لك قايمه صغيره. هنا بقى بيجيب لك كوست، يعني يجيب لك قيمة الأولانية ويجيب لك قيمة التانية. هتبدأ تشوف عنصر عنصر هل ترو ولا فولس. اوكي، تقدر تشوف العناصر اللي موجودة.